انا مؤمن ان الكوره مدارس. الهولنديين دايما هتلاقيهم بيحنوا ان هو عايز يطلع اتنين تلاته صغيرين. الالمان نفس الكلام. بس البرتغاليين برضه كده. لا البرتغاليين يقدر عليه. كوتشينو ده طلع كين من تحت من الناشئين. كوتشينو ارجنتيني يا فندم. ايوه ماشي. انا بتكلم برتغاليين. المدربين برتغالي صحيح. المدربين البرتغاليين. اسمه ايه بتاع وولفز؟ مين؟ ما بيلعبش حد صغير. ليه؟ اللي جايب اللعيبه دييجو يوتا دلوقتي اللي مكسر الدنيا ده بقاله 3 4 سنين في وولفز. ايوه بس هم البرتغاليين طول عمرهم مدرستهم ان هو عايز لعيب جاهز. ممكن في النص يطلع لعيب صغير وبتاع. مش زي بانوي جوزيه كده مش هيقعد يصبر على عيل صغير يقعد يصبر ان هو يتطور وبتاع. مورينيو كده هو اللعيبه اللي جاهزه الكبار اللعيبه اللي هتكسبني اللي عندها اكسبيرينس. مدرسته مش نفس الكلام على فكره. يعني حتى هو لما خد عمل الفرقه في 2005 اللي كسب بيها الدوري بعد 50 سنه ما كانش فيها ولا لعيب صغير ولا لعيب صغير. حتى لما جه ابتدى بلعيبه جاب لعيبه كبار كلهم. جاب دروجبا وجاب كارفايو وجاب فيريرا ده الباك رايت وجاب وكان اصلا عنده جون تيري ولامبارد وجو كول. اللعيبه كلها كبيره مفيش هزار. ما عندوش حته ان هو يجيب لعيب صغير ويصبر عليه. جاب اشلي كول كمان اشلي كول من ارسنال.